القضية اللي غادي نشارك معاكم اليوم غادي تسافر بين مصر وغادي نحط الرحال في القاهرة مع عائلة مصرية متكونة من 5 ديال الأفراد. الأب الاسم دياله مؤمن وعنده 51 سنة، والأم سميتها سهام وفي العمر ديالها 45 عام، وعندهم 3 ديال الوليدات. الكبيرة فيهم سميتها آية وفي العمر ديالها 17 عام وكتقرأ هاد العام في البكالوريا، والوسطاني الاسم ديالو إسلام وفي عمره 11 عام وكان من ذوي الاحتياجات الخاصة، والصغيرة ديال العش سميتها جنى وفي العمر ديالها 8 سنين وكتقرأ في المستوى الثالث ابتدائي. هاد العائلة هادي كانوا عايشين بخير وعلى خير، وبالرغم من الصعوبات اللي كيواجهوها في الحياة إلا أن حياتهم كانت مستقرة وروتينية. الوالدين كيخدموا بالليل والنهار باش يالله يقدروا يوفروا جميع الاحتياجات لوليداتهم، والأمور ديالهم هنا كانت غادة مزيانة. حتى الواحد النهار في رمضان غادي يمشيوا معروضين للفطور لدار جداتهم، ومن بعد الفطور غادي تخرج آية باش تسخر لجداتها، وهي غادة في الطريق بالصدفة غادي تتلاقى مع واحد الدري كيجيها من العائلة واللي كان الاسم ديالو حمزة. وقفات ومشات سلمات عليه، وهاد حمزة هذا ما كانش يوقف بحدو وإنما كان معاه واحد من صحابه اللي من بعد ما سلمت عليهم آية ومشات بحالها طلب من حمزة يعطيه النمرة ديالها، وهاد الأخير ما ردهاش في وجهه. ومن هنا بدات العلاقة بين آية وهاد الشاب هذا، ودابا أجيو نتعرفوا عليه عن قرب. هاد السيد هذا سميتو ماهر وفي العمر ديالو 23 عام، كيمتهن الخياطة ولكن نهار خدام وشهر جالس، وزيد على هاد الشيء كان مبلي بالحشيش ومرة مرة القرقوبي، المهم كل مرة وشنو كيجرب. كدوز الأيام وآية وماهر على تواصل مع بعضياتهم، وكانت آية بعض المرات كتسلت من المدرسة بلا خبر والديها وكتخرج معاه، وتطورت علاقتهم بزاف لدرجة أنه في بعض الأحيان كانت آية كتستغل الغياب ديال والديها اللي كيكونوا في الخدمة وكتدخل ماهر عندها للدار ديال والديها. دوزوا مداوهم على هاد الحال حتى كيجي النهار اللي غادي يطلب منا فيه الزواج، وهنا آية طبعا غادي تطير بالفرحة وغادي توافق، وماهر غادي يعلم الوالدين ديالو وغادي يهزوا راسهم وغادي يجيو يخطبوا في آية. سهام ومؤمن غادي يرحبوا بهم أحسن ترحيب وغادي يدخلوهم لدارهم وغادي يديروا معهم واجب الضيافة، ومن اللي غادي يديو ويجيبوا معهم في الهضرة وغادي يسولوا على ماهر في الحي اللي عايش فيه، بكل احترام ما غاديش يوافقوا على هاد الزواج. شنو هو السبب؟ اول حاجه السيد ما خدامش، ثانيا ما عندوش فين غادي يسكنها، غادي تسكن مع والديه وخوتو على عوله وحده، وزيد على هاد الشيء كامل ملي سولوا عليه في الحي اللي عايش فيه سمعوا عليه هضره خايبه باللي السيد عاطيها غير البلية، ونهار كامل هو واقف في راس الدرب ودائما جابت الصداع مع ولاد الجيران. المهم آية من بعد ما رفضوا والديها هاد الزواج ما تقبلاتش، هي بالنسبة لها هذا هو الشخص المناسب اللي غادي تكمل معاه حياتها، وكانت مقتنعة به مليون في المية، وداكشي علاش واخا رفضوه بقات على تواصل دائم مع ماهر وما تقطعتش العلاقة بيناتهم نهائيا. داست مداوهم على هاد الحال حتى غادي يجي النهار اللي غادي يقروا فيه أنهم يهربوا من الدار ويعيشوا مع بعضياتهم في شي بيت ديال الكرة، وداكشي اللي غادي يكون. في واحد النهار آية باتت ما صبحات، والديها تخلعوا عليها بزاف وما خلاو فين قلبوا عليها، ولكن والو الاثر ديالها ما كاينش. دازت يومين على الاختفاء ديالها، وفي النهار الثالث وبالصدفه عرفوا باللي حتى ماهر مختفي من الحي ديالو، وحتى شي واحد ما عارفو فين كاين. الام كانت مخلوعه بزاف على بنتها وحالتها حاله، والاب في البلاصه قدر انه يوصل للنمره ديال ماهر، ومن بعد ما تواصل معاه هاد الاخير نكر بلي آية كاينه معاه، وقال انه مسافر على قبل شي خدمه. طبعا هما هنا ما تيقوهش وبداو كيحاولوا يتفاهموا معاه غير باللاتي هي احسن، وقالوا ليه بلي اسلام مريض بزاف، ودابا محالتهم ليها هي اللي خرجات وما عرفوها فين صدات، محالتهم للولد اللي تزاد عليه الحال بزاف، وبداو كيطلبوا منه غير يجي عندهم باش يتفاهموا معاه. وداكشي اللي كان ماهر وصى آية باش تبقى في البيت حتى يرجع لعندها، وطبعا اكد ليها انه غادي يمشي غير باش يثبت ليهم باللي هي راه ما معاهش، ومن بعد غادي يرجع لعندها. ماهر ما وصل عند العائله نزلت ليه سهام عند رجليه وهي كتبكي وكترغب فيه باش يرجع ليها بنتها، ولا على الاقل يقول لها فين كاينه. هنا ماهر شاف الحاله ديالهم اللي كانت يرثى لها،
والولد اللي بالصح كان مريض، يعني ما كذبوش عليه. تأثر بزاف من بعد ما شافهم في هذه الحالة، وبدك يطلب من سهام تنوض من الأرض، وقلب اللي بالصح آية كاينة معايا، وعدهم باللي غادي يديهم حتى لعندها، غير هو عنده شرط واحد واللي هو يزوجوها به. هنا العائلة وعدوه باش صافي غير يجيبوا آية غادي يوافقوا على زواجهم، وفا ماهر بكلمته وداهم حتى لعند آية اللي تصدمات من بعد ما شافتهم وكحلت بالعمى. أما بالنسبة للمؤمن وسهام فغير خداو بنتهم ووصلوها للدار وسدوا عليهم الباب، تقلبوا على ماهر 180 درجة، وقالوا ليه باللي هاد الزواج هذا هو اللي عمره ما غادي يكون إلا إذا لقى خدمة مستقرة وعلى الأقل كرى ليها دارها بوحدها، وقالوا ليه باللي هما اضطروا يكذبوا عليه باش يوصلهم لبنتهم وصافي. وهنا ماهر بدا كيغوت معهم وتصدم ورفض الطلبات ديالهم، وقال أنه غادي يتزوج بها بالزز منهم وبلا خدمة بلا دار بلا والو. هنا مؤمن زاد تعصب كتر وكتر، وهدو باش يعلم به البوليس لأنه خدا معه بنت قاصر، وهذه بحد ذاتها تهمة. مؤمن وسهام من بعد ما فقدوا الثقة اللي كانوا عاطينها لبنتهم بدلوا المعاملة ديالهم معها بشكل كلي، حيدوا لها التليفون وما بقاش يدك كثرة الخروج والدخول، وحتى من المدرسة الأم هي اللي كانت كتديها وكتجيبها، وهنا علاقتها بماهر بقات مدة وهي مقطوعة. سهام ومؤمن من بعد ما شافوا الإلحاح ديال بنتهم على الزواج وخافوا عندك دار ليهم شي شوها عاوتاني وتهرب ليهم، قروا أنهم يزوجوها بشي واحد اللي يستاهلها. وفعلا جدوى فيها واحد السيد اللي كان خدام مزيان وبضروب طونوبيلتو، المهم الأمور ديالو كتبان مزيانة. داكشي علاش مؤمن وسهام وافقوا على هاد الزواج، وطلبوا منها تعرف عليه وتشوف واش غادي تفاهم معاه، وداك عائلة تفاهمت معاه، الله يجعل كل شيء مباركهم سعود. ولكن آية بقبلها كامل مع ماهر، المعنى الحقيقي ديال الممنوع دائما مرغوب. المهم آية غادي تقدر تجيب نمرة جديدة، وغادي تبقى ديرها مرة مرة في التليفون ديال الأم ديالها، وغادي تبدأ تصيفط ميساجات وكتصوني وكتقطع على ماهر وبلا ما تقول ليه باللي هي آية. مع الوقت ماهر غادي يحس باللي هاد البنت اللي كدوي معاه ما تكون غير آية، وملي غادي يسولها غادي تقول ليه إيه أنا آية، وهنا عاوتاني غادي تبدأ العلاقة من أول وجديد. وماهر غادي يحس بالمنافسة من بعد ما غادي تقول ليه باللي راه جاو فيها الخطاب وباللي هي ما باغاش هاد الزواج وباغا تزوج به هو. من بعد هاد الشي ماهر بدا كيتواصل مع مؤمن وسهام، وبدا كيهدد فيهم باللي إذا زوجوها بشي واحد من غيره غادي ينشر تصاورها والفيديوهات ديالها اللي عنده في التليفون. مؤمن ما بغاش يبين ليه النقطة الضعف دياله، وقال ليه سير ولدي دير اللي بغيتي ما كتخلعنيش، بلوكا النمرة ديالو وخلاه كيهضر بوحدو. هنا ماهر وآية قروا أنهم يبدلوا المنهجية ديالهم في المعاملة مع العائلة دياله، وأول حاجة داروها جاب ماهر حبوب منومة وطلب من آية ديرهم في أتاي وتعطيه لوالديها يشربوه باش تقدر أنها تسرق الفلوس اللي عندهم في الدار، ومن بعد غاد غادي يهربوا. آية وافقت على هاد الخطة وجاب ليها الحبوب المنومة، وقررت في الأول أنها تجربهم على راسها باش تشوف المفعول ديالهم واش قوي، ولكن من بعد ما شرباتهم رخوها شي شوية وصافي، يعني منعسوها ما والو. ردت الخبر على ماهر، وهنا هاد الأخير طلب منها تنفس البوطة وتخليها مفتوحة حتى يسخفوا، وملي تأكد أنهم سخفانين سرق الفلوس ويهربوا بجوج. ولكن آية جربت أنها تديرو ولكن ما قدراتش. المهم ماهر هنا اقترح عليها أنها ترمي ليه السوارت ديال دارهم من الشباك، وفي الوقت المناسب غادي يدخل الدار وغادي يصفيها ليهم بنفسه. آية هاد الفكرة عجبتها ووافقت عليها، ولكن طلبت منه تدي معها اختها جنى حيت كانت عندها عزيزة. ماهر وافق وقروا أنهم يبداو يطبقوا في الخطة. من بعد ما دازت يومين خرجت آية من المدرسة وبقات كتسنى في الأم ديالها تجي موراها كيف العادة. هنا اتصل بها ماهر وطلب منها تعرف ليه شكون اللي موجود دابا في الدار. آية اتصلت بباها على أساس كتسول في الأم ديالها اللي تعطلت عليها، وبلا ما تعيق سولته على شكون اللي موجود دابا في الدار. هنا الأب ديالها قال لا أنا راني كاين دابا في الدار، ولكن لقيتيني خارج على ود شي شغل وغيبقى في الدار غير جنى وإسلام، وماماك هادي مدة باش خرجت غادي تكون علاين توصل عندك. هنا آية قالت له صافي صافي يا بابا، ها هي ماما وصلت، وقطعت عليه الخط. صنت على ماهر وعودت ليه كلشي.
هنا هاد الاخير غادي يمشي ديريكت للدار ديالهم، غادي يفتح الباب وغيدخل، غادي يبان ليه اسلام ممدود وكيتفرج في التلفازه، وبالحس غادي توجه ديريكت للكوزينه وغيهز المواس اللي غادي يستعملهم في هاد الجريمه، وغادي يخرج نيشان لجهه اسلام اللي مسكين ما دار لا بيديه ولا برجليه، واصلا الولد مريض ومن ذوي الاحتياجات الخاصه. المهم ماهر غادي يشد اسلام وغادي يبدا يعطيه في الطعنات حتى غادي يخليه جو التهاميده. جانا في هاد الوقيته كانت ناعسه في البيت وما سمعت والو وما حسات بحتى شي حاجه. ماهر من بعد ما نفذ هاد الجريمه تفضوا ديال الدار كاملين وتخبى مورا الباب في انتظار آية اللي ما داش بزاف ديال الوقت حتى كانت وصلت حدا دارهم هي والام ديالها. تقدمات سهام هي الاولى وحلات الباب بالساروت، ومع دخلات وبغات تشعل الضوء ديال الدار حتى كتفاجئ بماهر كيضربها بموس اللي كان من الحجم الكبير. الام بحر الضربه غوتات وبغات ترجع للور هربانه، وفي نفس الوقت خافت على بنتها آية وبغات تحامي عليها حيت مع الظلام ما شفتش شكون ضربه. وباش تعرفوا كمية الحقارة اللي في بعض البشر، سهام كتحاول تنقذ بنتها وهي غادي تدفعها لوسط الدار وغادي تعاونوا عليها بجوج. الأم سكينة هنا ما كتفهم والو وكتبقى غير مصدومة. آية غادي تسد ليها فمها باش ما تغوت وغادي تثبتها في الأرض، وماهر غادي يبقى يعطيها في الطعنات حتى غادي تنعدم الحركة ديالها. وهذا الشي كامل قدام جانا اللي مسكينة من اللي سمعت الصداع نضت تشوف شنو كاين، حتى كتفاجأ بمجزرة عندهم وسط الدار. ماهر بكثرة ما كان كيضربها بجهده كامل بلا ما يحس قاس يدو بالموس وتجرح. فهاد الأثناء ومن بعد ما توفات سهام، واحد سيد من جيرانهم سمع عندهم صداع وتشوش، وبلا ما يعجز طلع للطبقة ديالهم باش يشوف شنو كاين. من بعد ما فتحت ليه آية اللي كانت بدلات حوايجها اللي كانوا عامرين بالدم، سولها واش كاين شي مشكل. جاوبته بلي ما كاين والو، بلي غير كانت مناقشة مع الأم ديالها داكشي علاش سمع عندهم صداع. وهنا السيد طلب منها السماحة بكل أدب ونزل في حالته لدارو. من بعد ما غادي يكملوا هاد الجريمة، ماهر غادي يهز كاع دوك المواس وغادي يخبيهم عنده، وآية غادي تسرق الفلوس ديال باها والذهب ديال الأم ديالها، وغادي تاخد معاها اختها جنى وغادي توجهوا ديريكت لواحد المنطقة بعيدة شوية على المدينة، وغادي يجلسوا في دار واحد من صحاب ماهر. ماهر هنا غادي لويدو اللي كانت باقي كتنزف، وغادي يبدل حويجاتو وغيرجع للحي ديال آية بحال اللي موقع والو. فهاد الأثناء كان مؤمن رجع لدارو، ومع فتح الباب وشعل الضو شاف واحد المنظر اللي ما يقدر حتى شي واحد أنه يتقبله. ولدو مقتول في جهة ومراتو في جهة. هو كان متوقع باللي حتى بنياتو آية وجنى غادي يكون لقاهم نفس المصير. بدا كيغوت وجمع الجيران ودخل الدار كيقلب على بنياتو، ولكن ما كيلقى بنات ما كيلقى فلوس. البوليس في هاد الاثناء كيحضروا، وكتحضر حتى الشرطه العلميه وكيبداو يديروا الاجراءات الاوليه من بصمات ورفع الادله اللي غادي تفيدهم في البحث. هنا مؤمن غادي تبدا توضح عنده الفكره نوعا ما، وملي غادي يسولوه البوليس واش شاك في شي واحد، ما غادي يجي في بالو غير ماهر. غادي يعاود للبوليس القصه كامله وغادي يقول لهم ايا وجانا ما كاينينش، فمية في المية هو اللي غادي يكون خطفهم وسرق الفلوس. البوليس يالله غادي يبداو يقلبوا على ماهر حتى غادي يلقاوه كيدور في الحي ديالهم، ومن اللي غادي يوقفوه وغادي يديه ويجيبوا معاه في الهضرة غادي يلاحظوا بلي يديه مضروبة، وهذا بحد ذاته غادي يخلي الشكوك تزيد تحوم لناحيته. المهم في البلاصة كيتم إلقاء القبض عليه، وغادي يوريهم حتى هو البلاصة فين كاينة آية وجنى، كيمشيو لتما وكيلقيو القبض على آية وكياخدوهم لمقر الشرطة كيبداو معهم التحقيق. بجوجهم كانوا متعاونين مع المحققين وعاودوا الحقيقة كاملة وشنو وقع بالتفصيل، وبالرغم من أنهم حقوا مع كل واحد فيهم بوحدو إلا أن الأقوال ديالهم كانت متطابقة. هاد القضية هادي غادي تروّن الرأي العام المصري والعربي، كانت غادي تكون جريمة قتل عادية، حيت تقريبا في هاد الزمان كل نهار كنسمعوا تقتل فلان قتلوا فلانة، ولكن اللي غرف فيها هو أن البنت طرف أساسي في هذه الجريمة. البنت قتل الأم والأخ ديالها اللي مريض، والأسباب تافهين، شي حاجة اللي ما كتدخلش للعقل. هو نقولوا أنه حقا براني عليهم ومربيك بدا عليهم، ولكن هي شنو غادي نقولوا، راه الله يحضر السلامة وصافي. المهم آية من بعد ما غادي يبداو الإعلاميين المصريين كيديروا لقاءات معهم وكيستجوبوها هي وماهر، غادي تغير الأقوال ديالها كلهم، غادي تسبي كل شي في ماهر، هو اللي قتل، هو اللي خطط، هو اللي دار كل شي،
أنا ما كنتي عارفة غادي يقتلهم. من اللي كيسولوها علاش عطيتيها للا المفتاح ديال داركم، كتقول لهم أنا عطيتو ليه حيت قال لي غادي يطلع غير ينعسهم وصافي، ونسرقوا الفلوس والذهب ونهربوا. ما كنتي عارفة أنه غادي يقتلهم. أما بالنسبة لماهر فغادي يبقى متشبت بالأقوال الأولية ديالو. أنا بس بكلمك في حاجة تانية، إن من سخرية القدر إنه هو هيتعدم، هيتعدم خلاص، ما لهاش مخرج خلاص، وانت ممكن انت كمان، بس انت بعتي يعني انت، انا بس بفهمه بس حاجه وبفهم كل الناس، ان هي بعت اهلها ومع اول بعتك انت كمان. انت غلطتي في ايه بقى؟ غلطتي ان انا وافقت على حاجه زي كده. وافقت يعني انت كنت عارفه انه هيقتل؟ ان هو ياخد المفتاح ويطلع. بس كنتش عارفه انه هيقتل؟ والله العظيم ما كنت عارفه. طب انا بقول لك والله العظيم عارفه. انا اول مره بصراحه في لقاء ما بقاش عارفه. انا فاهم عشان الموضوع اصلا مش سهل. انا عارف وبقول سعادتك برضه انا مش سهل. هو يعني دي امها، مش خالتها ولا عمتها. وامك ابوك جولك لحد دلوقتي؟ لا مش هيجولك. اكيد اكيد اه اكيد مش هيجولك. اكيد صراحة جريمة بشعة وحشية بكل المقاييس. جريمة اللي ما عندها لا راس ولا ساس. بغى تهرب أختي وبغى تعيش معاه في الدل، هربوا لشي مدينة خارج القاهرة وعيشوا مع بعضياتكم بعاد على هاد الناس. علاش الإنسان غادي ينوض يقتل في جوج ديال الضحايا بلا سبب غير هكاك وصافي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ما علينا، القضاء المصري كيحكم على ماهر بالإعدام، وكيف ما كتعرفوا الحكومة المصرية كتنفذ هاد الحكم. أما بالنسبة لآية فالعمر ديالها اللي كان قاصر كيشفع عليها في الدنيا وكيتم الحكم عليها بالمؤبد. أما بالنسبة للآخرة فما غادي يشفع عليها لا عمر ولا والو، وهذا كيكون هو الجزاء ديالهم في الدنيا، وعند الله تجتمع الخصوم. الأحداث اللي عندي في هذه القضية سالاو، دعوا مع الضحايا بالرحمة والمغفرة والله يجعل مثواهم الجنة إن شاء الله. وما بقى لي غير نقول لكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وإذا كان كيعجبكم في حال هذا المحتوى اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، وإذا كنتوا كتشوفوني من الفيسبوك عملوا متابعة باش يوصلكم أي جديد حطيناه بإذن الله، وشكراً.